أذكر بعضا من الأمور التي تنجي من عذاب القبر. طيب هناك أسباب لعذاب القبر، ما هي الأمور؟ التي ينجو بها الإنسان من عذاب القبر حتى يستعد من الآن؟ وانتبهوا إليها أيها الكرام، أولاً، أو ما ينبغي على الإنسان فعله في هذه الحياة الدنيا قبل أن يموت ويدفن. ما ينبغي عليه من أمور يفعلها ينجو بها من عذاب القبر اولا ان يكون مستعدا للموت مشمرا له حتى اذا فاجاه الموت لم يعد لم يعض اصبع الندم ومن الاستعداد للموت الاسراع في التوبه الانسان يتوب الى الله تبارك وتعالى يقلع عن المعاصي والذنوب والسيئات هذه من يعني اولى الامور التي يجب ان يعتني بها المسلم كذلك ايضا عليه ان يقضي الحقوق وان يرد الحقوق الى اهلها فان كان عليه دين او كانت في ذمته مظلمه لاخ من اخوانه عليه ان يتحلل منها اليوم قبل ان يموت كما انه من الاستعداد للموت الاكثار من الاعمال الصالحه الاعمال الصالحه كثيره جدا اركان الاسلام من الشهادتين والصلاه والصيام والزكاه وحج بيت الله الحرام، الجهاد في سبيل الله عز وجل، بر الوالدين، صله الارحام، ذكر الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من الاعمال الصالحه تحفظ العبد المؤمن، وبها يجعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اعمال تحرس الإنسان في قبره تحرس الإنسان في قبره وقد ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حديث مشهور عن محمد بن عمرو عن أبي مسلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث قد رواه الأئمة قال إن الميت إن الميت ليسمع خفق نعال المشيعين بعدما أن يدفنوه وتغلق عليه القبر يغلق عليه ف وهم يمشون يسمع قرع نعالهم هذا من الذي يفعله؟ الميت يسمع قرع نعالهم حين يولون عنه، ان كان مؤمنا ان كان مؤمنا كانت الصلاه عند راسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاه عن عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدق والصله، يعني صله الارحام والمعروف والاحسان الى الناس عند رجليه، فاذا أتي إليه من أي جانب من جوانبه دافعت عنه هذه الحسنات وهذا يعني أمر في الحقيقة لو ثبت لكان جيدا ويدفع الإنسان إلى أن يستكثر من الأعمال الصالحة وعلى رأس ذلك الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والعبد عليه في الدنيا وهو قادر ان يكثر منهما وان يقوم بحقهما لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه ايضا مما ينجي من عذاب القبر او من فتنه القبر وعذاب القبر في الحقيقه مما ينجي منه وهو هوله عظيم وفتنته كبيره النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنه القبر في الصلاه وغير الصلاه او خارج الصلاه والعبد عليه ان يفعل ذلك مما ينجو به العبد من عذاب القبر وفتنه القبر الاستعاذه بالله تبارك وتعالى من فتنه القبر هذا كان يفعله النبي عليه الصلاه والسلام في داخل الصلاه وفي خارج الصلاه وكان صلوات الله وسلامه عليه يامر اصحابه بذلك كما في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها التي ذكرت امر اليهوديه التي جاءت اليها وقالت استعيذي بالله من عذاب القبر فقالت اعوذ بالله من عذاب القبر، ثم سالت النبي لام المؤمنين عائشه سالت النبي عليه الصلاه والسلام عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق، ثم قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها: فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاه إلا تعوذ من عذاب القبر. ماذا نفعل نحن أيها الكرام؟ إن كان هذا هو نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه، تقول عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنه كان لا يصلي صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر صلوات الله وسلامه عليه. وعن أنس رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المحيا والممات هكذا كان يستعيد نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعن عائشه ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر صلوات الله وسلامه عليه. كما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب القبر، فيقولون: نعوذ بالله من عذاب القبر. وتأملوا هذا الحديث. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بمجرد أن استمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يامرهم ان يستعيذوا بالله من عذاب القبر مباشره جاء في الحديث انهم كانوا يقولون نعوذ بالله من عذاب القبر كما كان صلوات الله وسلامه عليه يقول لهم استجروا بالله من عذاب القبر فان عذاب القبر حق صلوات الله وسلامه عليه وكان يامرهم ان يستعيذوا بالله من اربعه يستعيذوا بالله من عذاب القبر ويستعيذوا بالله من عذاب جهنم ويستعيذ بالله من فتنه المسيح الدجال، ويستعيذ بالله من فتنه المحيا والممات صلوات الله وسلامه عليه. ولا ننسى ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بالاستعاذه بالله تبارك وتعالى في الصلاه بعد التشهد وقبل السلام من اربعه. وهما يقول صلوات الله وسلامه عليه: اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربعه. اذا تشهد يعني قرا التشهد في الصلاه بعد التحيات عليه بعد ان ينتهي من اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الى اخر ما ورد في التحيات ان يقول اعوذ بالله من عذاب جهنم واعوذ بالله من عذاب القبر واعوذ بالله من فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال هذا يدل يا اخواني بارك الله فيكم. ان مسألة ليست سهله او هينه. فعذاب القبر حق وهو واقع لا محاله على محاله لا محاله على من اراد الله ان يوقعه به، وامر عظيم وفتنه كبيره وشر مستطير، ولذلك على العبد ان يتامل في حال النبي عليه الصلاه والسلام عندما كان يستعيذ بالله من اربع. الصلاه والسلام كان يستعيذ بالله من اربعه يستعيذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنه المحيا والممات من فتنه المسيح الدجال فما بالنا نحن وكان الامر لا يهمنا ولا يعنينا علينا ان ننتبه لذلك وان نستعيذ بالله من ذلك وان نعلم ان هذه المسائل التي استعاذ منها النبي صلوات الله وسلامه عليه كانت من اسباب عذاب القبر